السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله. بطبيعة الحال راكم عارفين بأنه غادي تكون واحد مسابقة خاصة بربح الآيفون 15 بطبيعة الحال. دونك هذا الآيفون هذا هو أصلا جاني كابو، ولكن بحكم أنني ما عنديش مع الآيفون وما كنخدمش به وخفت ليدي تعوج بحال هكا، حيت اللي عنده آيفون كيهز وديما واحد اليد كتكون بحال هكا. دونك انا ما عنديش مع الايفونات، داكشي علاش قررت باش نخلي كجائزه لاحد التلاميذ، وملي كنقول شي هضره يعني كترفع عليها القلم. دونك واحد فيكم غادي يربح هذا الايفون على جوج مراحل، الحصه ديال الاحد هذا الاحد هذا، والحصه ديال يعني الاحد المقبل هو اللي غادي تكون فيه يعني المرحله الاخيره في المسابقه. هادشي كلشي غادي نهضروا عليه في الستوري بطبيعه الحال، اذا راكبوا الستوري حيت غادي نعطيكم الطريقه ديال المشاركه والطريقه ديال كيفاش غادي تكون من بين الفائزين. اذا كاين واحد الايفون، دونك ان شاء الله بالنسبه للحصه المباشره غادي تكون عندكم هذا السبت هذا. شنو غادي نديروا فيها؟ نتوما اللي غادي تختاروا اشنو بغيتوا نديروا فيها، واش مراجعه الفرد او لا بغيتوا نديروا درس جديد او لا بغيتوا نديروا تمارين ديال لي سويت المتتاليه، يعني ثلاثه الاختيارات غادي تعطوني في الكومونتير. وبالنسبه لنهار الاحد يعني هذا الحد هذا اللي جاي غادي تكون واحد الحصه فيها 10 ديال الساعات، وهي اللي غادي تكون خاصه بالمسابقه. الحصه غادي تبدا من 10 ديال الصباح حتى العشيه، يعني حتى الليل غادي تكون كونتيني. الغداء الفطور على حسبنا بطبيعه الحال، انت غير وجد الورقه والستيلو وحضر الحصه. شنو غيكون في هذه الحصه؟ هذه غادي نخدموها كمراجعه للفرد المحروس، حيث الاغلبيه فيكم غيبداو الفروض في الاسبوع المقبل، اذا غادي نخدموا بزاف ديال النماذج ديال الفروض، اذا نكون في الموعد باش ايضا تكون من بين الفائزين بالايفون. اذا نعاود شنو قلنا الاخوان، نهار السبت عندكم حصه مباشره مع 10 ديال الليل، وانتم اللي غادي تختاروا في لي كومونتير اشنو بغيتوا نديروا، واش بغيتوا نخدموا على التمارين ديال لي سويت او لا بغيتوا نديروا درس جديد اللي هو الداله اللوغاريتميه. وملي كنقولوا الداله اللوغاريتميه صافي راه كتشم الريحه ديال الوطني، يعني غادي نشرحوها بالتفصيل. هادشي اللي اختاريتوها في لي كومونتير بطبيعه الحال، حيت غادي نشوف لي كومونتير على حسب التصويت. ونهار الحد شنو قلنا؟ هي الحصه اللي غادي تكون على شكل مسابقه ديال ربح الايفون، وغادي تبدا الحصه من 10 ديال الصباح، فيها 10 ديال الساعات كونتيني. وكما قلت سابقا بحكم انه الاغلبيه فيكم عندهم فروض، غادي نديروا واحد المراجعه شامله، يعني غادي نخدموا على فروض محروسه وفروض منزليه اللي غادي تقترحوها انتوما واللي غادي نقترحها انا بطبيعه الحال. كيفاش غادي تقترح الفروض اللي بغيت نخدموا في هذه الحصه؟ هذه راه كاين واحد المجموعه في الانستغرام، غادي نعاود ننشر لكم اللين ديالها بطبيعه الحال فسميتو في ستوري، وتما فين غادي نحط لكم دوك النماذج ديال الفروض اللي غادي نخدموهم باش تكون عندك فكره على الاسئله قبل ما تتبع اللايف بطبيعه الحال. اذا نكونوا في الموعد، موعدنا يوم السبت ويوم الاحد، والى اللقاء.